نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمدينة أبو السوير بمحافظة الإسماعيلية، ذلك لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية تحت عنوان حكاية وطن. وتم استعراض الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية، وشهدت فعاليات المؤتمر تمثيل المرأة والفتيات وذوي الهمم والكنيسة والأوقاف. ده لقاء شعبي منظمينه أهالي مركز ومدينة أبو السوير علشان خاطر كلنا نوعي نفسنا بأهمية التوجه إلى صناديق الانتخابات. واقفين وقفة رجل واحد حفاظا على أمن مصر واستقرارها، وإن شاء الله يعني النتيجة هتبقى نتائج عالية وتصويت عالي جدا بإذن الله.